باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. نحن كنا أمواتا بالخطية أحيانا مع المسيح. الإصحاح الثاني من رسالة معلمنا بولس الرسول لأفسس جميل قوي، في فكرة بيلف حواليها طول الإصحاح وعايز يثبت لنا حاجة جميلة قوي. نمرة واحد بيقول إيه؟ كلنا كنا أموات في الخطية، وبعدين لما نزل ابن الله تجسد خدنا الحياة إيه؟ معاه، لأن هو ابن الله حي ولا ميت؟ حي، فخدنا الحياة معاه. إمتى بقى خدنا الحياة معاه؟ لما قام من الموت، موت الخطية، وداس على الخطية ودفننا في القبر، كلنا خدنا الحياة مع المسيح. وبعدين يرجع يركز تاني يقول إيه؟ وفي المسيح خلقنا، خلقنا من جديد، أيوه خلقنا من جديد. وقول إيه؟ في المسيح إحنا، بيتكلم على مين؟ الأمم واليهود، كل الشعب يعني. عايز أقول كلنا في المسيح قربنا لي، البعيدين والقريبين. وبعدين يقول إيه؟ في المسيح خدنا النعمة. شغال بولس الرسول في الإصحاح ده مع المسيح، في المسيح، بالمسيح، عمال يقول يركز على المسيح. عايز تقول إيه يا عم بولس؟ عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن المسيح عمل كبير قوي، كنا ضايعين وراح قربنا منه، بعيدين قربنا، إدانا نعمة، إدانا نصرة، إدانا ندفن خطية، إدانا الحياة، إدانا القيامة. عشان كده يقول إيه؟ نحن به، بالمسيح، يقول كده، نحن بالمسيح صار لنا قدوما كلنا بروح واحد إلى الآب. راح موضحها أكتر، قال إيه بقى؟ كلنا بالمسيح يسوع، هو التملي يركز الكلمة إيه؟ في المسيح يسوع، بالمسيح يسوع، مع المسيح يسوع، كررها حوالي 8 مرات دي في الإصحاح الواحد ده بس. عايز يدينا الحياة الأبدية، حياة السماء يعني. كلنا قمنا مع المسيح، أقمنا معاه وأجلسنا في السماء. في السماء لسه على الأرض يا عم بولس، احنا لسه ناس خطاة وعايشين على الأرض، في سقطات وضعفات. يقول لأ، بلاش تركز على الضعف، ركز على القوة لغاية لما تاخد القوة. لكن لو ركزت على الضعف، أنا ضعيف، أنا خاطي، أنا وحش، أنا مستحقش، ما قتلناك كده. لكن ركز على القوة، يقول إمتى إمتى إمتى؟ لما يبقى عندك اشتهاق، وإمتى تبقى كويس، إمتى تنتصر، يوم ربنا يلاقيك إيه؟ مركز على القوة، تاخد منه إيه؟ القوة. لكن ركز على الضعف، هتاني ضعيف زي ما أنا كده. عشان كده بيركز يقول إيه؟ أحيانا مع المسيح. مين أحيانا؟ الآب. أحيانا مع المسيح وفي المسيح بروح واحد، عشان نقف قدامه كلنا إيه؟ بروح واحد. فهمتوها دي؟ سهلة؟ وبعدين يركز بقى على إيه؟ نقطة تانية جميلة قوي، يقول إيه؟ عشان يركب البناء ويعملوا هيكل واحد ليه. يعني إيه يركب البناء؟ عارفين البنا يعمل الدور الأرضي، الدور الثاني شغال بقى، كل شوية يعمل دور. فالمسيح في كل جيل يجيب شوية ناس حلوين يبني بيهم الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث، شغال بقى. شايفين بقى من أيام ما خلق آدم لغاية دلوقتي. عشان كده يقول إيه؟ البعدين والقربين، يعني كل الآباء اللي ماتوا على رجاء في العهد القديم كان ليهم نصيب ياخدوا دور في المبنى ده. ولما جه المسيح راح مقربهم على بعض ولحمهم في بعض، وبدأ يعمل بناء شاهق. نقول في الفاكرين أول ما بنى يحط الحمل فوق دماغه كده بعد الحمل ويلف المذبح بعديها، يقول إيه؟ سلاما
وبنيانا لكنيسة الله. هنبدأ نبني. تبني ازاي يا ابونا؟ بالجسد ده. الجسد دي مش ليه بداية وليه نهاية؟ كلنا ايه دوت رمز المسيح، مش ليه بداية وليه نهاية. من ساعة خميس العهد لغاية دلوقتي عمال القربانة تكبر 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 تكبر، كل قداس نعمل قداس القربانة تكبر، ناس دخلوا فكر حلو، ناس دخلوا بإيمان حلو، فالقربانة عمالة تكبر. يركب البناء عشان يطلع ايه هيكل ليه، عمارة يبقى المسيح هو رأسها، وإحنا كلنا أعضاء في جسد المسيح. فهمتوها؟ فهيقول إيه بقى؟ جه المسيح بشرنا بالسلام، جه ملك السلام، وإيه كمان؟ وأصلحنا السمائيين مع الأرضيين، يعني كل اللي ماتوا على رجاء ومع الملائكة أصلحنا مع بعض، بقينا قريبين لبعض. وإيه كمان؟ وخلقنا خلقة جديدة، بدل ما يخلق آدم زمان، فاكرين خلقه إزاي آدم؟ تراب، وعمل إنسان إيه؟ جديد. في الإنسان الجديد بقى يعمل إيه؟ بدل تراب بنار ومية، بالنار روح القدس والمية معمودية، يخلق إيه؟ إنسان إيه؟ جديد. عشان كده كل اللي يخش الكنيسة نقول له شرط أولاني انزل موت، يلا قوم يلا خش اتحد. فهمتوها؟ فلازم ايه يخلق خلقة جديدة بالمسيح. خلقنا خلقة جديدة بالنار وماء، بالروح القدس معمودية واليه معمودية. اللي عايز اقوله بقى ايه، حتة جميلة عشان عيد الأنبابولة، يعني نقول له كده اطلب من الرب عنا يا أبانا القديس يا أبوينا القديسين محبي أولادهما أنبا أنطونيوس والأنبا بولا ليغفر لنا خطايانا. عايز أقول كلنا طلعنا أولاد أجدادنا القديسين. لنصلي في وشية الإنجيل نقول إيه؟ إدينا رب نسمع ونعمل بأوامر أناجيلك المقدسة. ها مين يكمل؟ بطلبات قديسيك، يعني ايه؟ هم يساعدونا يطلبوا من اجلنا عشان نعرف ننفذ اوامر الانجيل بيهم، اصل من غيرهم هنتعلم من مين ان شاء الله؟ مين هيعلمنا؟ ما كانش لينا اباء حلوين يعلمونا، هنتعلم من مين؟ نطلع ايه جهله. عشان كده اقول له ايه، اجعلنا يا رب مستحقين نسمع ونعمل باوامر الإنجيل. مليان أوامر، كل شاطر فينا ما يقرأ الإنجيل ولا حتى كده أمر يقول له حاضر ساعدنا عشان ننفذ، حاضر يدينا عشان أعمل، طب مش عارف، طب ما تخلي أبائنا الحلوين يساعدوك يرشدوك يشاوروا لك على أول الطريق. لكن من غير الآباء الحلوين دولت هتعرف توصل لأول الطريق؟ حتة جميلة نقول له إيه، اطلبوا من الرب عنا السيدي الأبوين، أباء علمونا. قلنا بنتعلم من أبائنا، كل واحد ليه طريقة في التعليم، يعني واحد يوعظ، واحد يكتب، واحد يفسر يجيب ترجمات ويترجمها، واحد ينزل وسط الناس يخدم، واحد بالسيرة. فاكرين بولس الرسول يقول ايه حتى على الستات؟ يقول اذا كان البعض لا يربحون الكلمه يربحون بسيره النساء بدون كلمه. هي الست دي مالها طيبه كده ونقيه كده وهاديه وسيرتها حلوه، اصلها بنت ربنا. حتى الست بالسيره الحسنه تبقى اكتر من البطرك اللي بيوعظ. صدقوا ليه بقى؟ عشان عايشه وسط الستات الغلابه التعبانين، وهي حلوة في نفس الجيل ونفس السن ونفس العصر ونفس الزمن ونفس المشاكل، لكن ماسكة في ربنا. ونفس الرجالة بقى يقول لك يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباك الذي في السماوات. ده بيسامح، ده رحوم، ده بيفوت للناس الغلابة، ده بيدي، ده بيساعد، يشوفوا سيرتنا الحلوة
يمجده إيه؟ أبونا الذي في السماء. عايز أقول إذا كنا إحنا مع بعض كده فكم وكم الأباء اللي سبقوا طلعوا السماء بيسندونا ولا لأ؟ بيشفعوا فينا ولا لأ؟ تخيلوا كده إحنا قربانة واحدة، جزء طلع فوق وجزء تحت لسه عمال ينمو، عمال ينمو، جزء يطلع جزء عمال ينمو، اللي يزود القربانة والناس تطلع فوق السماء. أصبحنا إحنا واحد مع السمائيين، بقى لينا علاقة. عشان كده تلاقوا مثلا بابا كرولوس يقول لربنا بص يا رب أنا مش فاضي أحط دماغي في المشاكل دي، ما أنا عايز أصلي وأسبحك، أتمتع بوجودك وأعيش معاك، أنا مش فاضي أقعد أحل المشاكل دي. يا مريمينا تعملي من المشكلة دي حلها لي، يا أبو سفين حلي المشكلة دي. طب وإنت بتعمل إيه؟ ما أنا عندي حاجة تانية، أنا ألتصق بالمسيح وأقرب بالمسيح وأبعت أصحابي دولت اللي سبقوني فوق، ليهم قوة وليهم مقدرة وليهم شفاعة قوية قوية وتسندنا فنشفع بيهم. لكن الضعف بقى بتاعنا يكون مش عندي دلة مع ربنا ولا عندي حب مع القديسين ولا حاسس بصحوبية القديسين ولا حاسس ان احنا كلنا بناء واحد وهيكل واحد، ولا عارفهم ولا بقلدهم ولا بتمثل بإيمانهم ولا بسمع لأقوالهم ولا بطيع خطواتهم. وقال ايه؟ أنا عايز مريمينا يعمل لي، هو يعمل لك بالعافية؟ هو تخش كده على واحد وزير تقول له أنا قريب السيسي؟ هو أنت عارفك منين أنا ده؟ أنت جاي لي منين؟ لكن لما تجي له ورقة رسمية أو يشوفه ماشي مع السيسي أو يشوفه ماشي مع الوزراء وماشي مع الناس الحلوة يقول لك ده نخاف منه الراجل ده. ده كل ما يمشي في الشارع ماشي مع وزير، يركب عربية يركب مش عارف مع مدير، إيه الموضوع بتاعه ده؟ ده مش صاحب على الرتب العالية دي فنخاف منه. الموضوع ده في الشفاعة مهم جدا. كل ما يكون ليا دلة وثقة وحب بربنا وبعدين ليا شعور جميل اللي أنا وأبائي اللي سبقونا إحنا روح واحد في مبنى واحد في جسد واحد ولينا هدف واحد وإيمان واحد وهم سبقونا ليهم قوة يقدروا يسندونا من بعيد كده. بس حضرة الوزير الفلاني شوف الموضوع ده عشان أنا مشغول، والوزير ده وشوف الموضوع ده عشان أنا مشغول، أشغلهم معايا من غير ما أنا إيه أشغل بالي، لأن هم بكلمة واحدة يقدر يحل الموضوع. أنا بقى عايز مقابلة بقى وعايز قاعدة بقى وعايز وقت وعايز حكمة في الكلام وشغلانة، ممكن أغلط وأدب وتتخذ علي غلطة وشغلانة كده. لكن هم نصحين وخدوا قوة من ربنا وانتصروا وغلبوا، مش كده؟ فالشفاعة دي ليها طريقة عشان نتشفع بالأباء الحلوين. مفهومنا الغلط للشفاعة خلت الناس اللي بره الكنيسة يقول الناس دول مش فاهمين ربنا. قال إيه؟ بيرموا على القديسين وأعمالهم مش حلوة وكلامه مش حلو تصرفاته مش حلوة ولا يعرفوا ربنا، فعايزينها بالدراع، مش كده؟ لكن كل ما كلنا علاقة حلوة الأول مع ربنا وبعدين فاهمين يعني إيه أبائنا، كلنا كنيسة واحدة جسد واحد روح واحد إيمان واحد بالقوة من غير ما نطلب منهم. فاكرين عرس قانا الجليل؟ مين اللي راح قال للست العذراء قومي تشفعي عند الناس دول واعملي لهم خمر؟ حد طلب منها؟ ابدا. بس هي حاضره وموجوده وحاسه وشايفه بعينيها وشايفه عيالها هيتفتحوا. العريس اصل زمان كان في موضوع صعب قوي، لو عملوا حفل زواج وبعدين طلعت المعزومين اشتكوا من العريس والعروسه ما اكلوناش او ما سقوناش خمره ممكن يحبسوهم. صدقوا دي كانت في العهد القديم كده، الطقس القديم بتاع اليهود كده، طالما عزمنا أكلنا وشربنا، لكن مش تعزمنا ونسيب الدنيا واللي ورانا ونيجي نقعد نحضر الفرح ونجاملك وفي الآخر ما نلاقيش ولا أكل ولا شرب، يبقى أنت بقى جاي تهزقنا يعني ولا جاي تلعب بينا يعني ولا ضيع وقتنا.
فمن حقهم يشتكوه، وبدل ما يبقى فرح يبقى طرح. عارفين الطرح من الفرح؟ الحزن يعني. فإيه من حقهم يشتكوا العريس ويقلبوها غم عليهم. عشان كده قامت العذراء قبل ما يقلبوها غم ولا يشتكوا على العريس، لا ده ابني، ابني دول عيالي، دول عازميني، وانا جيت قبل المسيح وقبل التلاميذ. فراحت جري على المسيح، ليس لهم خمر، بسرعه انجز الموضوع، هتعمل ايه؟ طبعا عارفين القصه بقيتها، بس المهم في الاخر ايه، تشفعت العذراء واستجاب المسيح وحول لهم الماء الخمر وفرحهم كلهم ونجدهم الوقعة والغلطة بتاعتهم، مش كده؟ فإذا كانت العذراء حاسة وشايفة وبتشفع من غير ما نطلبها، يبقى ليه إحنا في الشفاعة يبقى مدلوقين قوي على القديسين وسابين المسيح؟ فاهمينها دي؟ فشفاعتنا كل ما بقى لينا علاقة حلوة مع ربنا ونحبه ونحس زي ما قال بولس الرسول كده، لنا سحابة من الشهود محاطة بنا هذه مقدارها. عارفين السحابة؟ نقطة ملزوقة في نقطة، نقطة ملزوقة في نقطة، تعمل سحابة. يعني ايه بقى؟ ملاك ملزوق في ملاك ملزوق في ملاك، بقت سحابة ملائكة حوالينا. بنقولها بطريقة تانية، في ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، فاكرينها؟ احطنا بملائكة القديسين لكي نكون بمعسكرهم. يعني ايه معسكرهم؟ جيشهم. نطلب حوطنا بالملائكة عشان نكون بجيشهم، محفوظين مرشدين حتى نصل الى الاتحاد الايماني، نصل معاهم ومع ابائنا ومع الناس اللي سبقونا، يبقى واحد، مش كده؟ عشان كده كل اللي يحب القديس او يحب القديسين يعني هيكون ليه شفيع واحد ولا حاجة، يبقى نايم ومبسوط ماشي، حاسس انه محفوظ، مش شايل هم الدنيا لان هم معاه. سلام اطلبه من رب عنا يا سادي الابوين، اباء حاسين بينا، محبي اولادهما. والأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بيحبونا طول ما احنا بنقلدهم، بيحبونا طول ما احنا ماشيين وراهم، بيحبونا طول ما احنا عينينا على المسيح وعايزين نقلدهم، عايزين نوصل ليهم. يمكن قلتها كتير، مثل الأنبا بولا عاش مع المسيح 90 سنة، أنا أجرب كل يوم أعيش معه 90 دقيقة. طب 90 ثانية، طب 9 ساعات، نزود شوية لغاية لما نوصل لحب القديسين. وربنا لما يشوف كده وسط المشاغل والهموم اللي أنا فيها وبحاول أقلد، أقوله أنت عشت 90 سنة، أنا بقى كل يوم هدي ربنا 90 دقيقة، إيه رأيك بقى؟ وربنا يقول لي أنت تساوي الأنبا بولا بالظبط، عشان هو فاضي قاعد في الصحراء مخصوص يصلي ويسبح. طب وانا عندي التزامات، لما اديله زيه نسبه وتناسب يعملها ايه؟ يسمنها، يقول لك يستثمن الرب محرقاتك، مش كده؟ يكبرها، يقول برافو عليك عرفت تقدم. عشان كده كل ما يكون لينا علاقه حلوه بالاباء وشاعرين بيهم بنقلدهم بايه؟ بنقلدهم. يقول كده امشوا على اثار ايه؟ الغنم، من غير ما نطلب هم جايين بيساعدونا، من غير ما نلح هم حاسين بينا، مش كده؟ لكن ماليش حب، ماليش علاقه، ماليش دله، مفيش رجاء، يساعدونا زي الاباء دول، ونقعد نتخانق معاهم وعايزين طلبتنا تحقق بالعافيه ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ مش كده؟ لكن عايز اقول ايه؟ هي مستويات، يعني نسيب كل واحد ببساطته. اللي عايز يقول ده بس قلت، واللي عايز يعمل زي ده قلت. الناس خدوا الأنبا كرولوس وفي الشفاعة بالذات ويعملوا حاجات غلط، وعايزين ياخدوا نفس قوة الأنبا كرولوس، ينفع؟ ما أنا مش عندي الحب بتاعه، مش عندي حب القديسين زيه،
فكل ما أوصل للمستوى دوت ربنا يديني إيه بإشارة بس كده، مريمينا خلص، أما بولا مسيبش، أما أنطونيوس روح المدى بكلمة كده ببساطة، ليه؟ من غير خناقة من الكلام. وبعدين حتى لو اتأخر أو طول واثق إن هو للخير، مش كده؟ إن هم شايفين وربنا شايف ما وراء الزمن، فعارف الخير ليا إيه، بيعملهولي من غير تعب، بحب نقرب من ربنا، بحب نصاحب القديسين، بحب نتكلم بدلة، يوم ربنا يدينا اللي احنا عايزينه وأكتر، يقول لك إيه، يعطيكم أكثر مما نسأل أو نطلب أو نفكر، أو نفكر؟ أيوه، هو ده ربنا بتاعنا. ربنا يدينا نعمة وبركة، له المجد، كل سنة وانتم طيبين.